الخط اساس حضرنا وما نجمش نبدا فعاليات الدوله هذه من غير ما نشكر السيد ناجي الخشناوي والاداره السابقه على الاربع دورات اللي صاروا اللي حد 2019 عملي وما تعملش نظرا للظروف اللي تعرفوها وصلنا لدورة استثنائية الدورة الخامسة اللي باش تكون بحضور افتراضي للجمهور كما تعرفوا اسحل فضاء المركز الوطني للاتصال الثقافي بدون حضور الجمهور نظرا للبروتوكول الصحي اللي نعرفوه الناس الكل ولكن الحضور باش يكون على الصفحة الرسمية للمركز الوطني للاتصال الثقافي فعاليات كل العروض باش تكون على الصفحه هذه وانتم عليكم الا ما تبارتاجيو الباج هذه على مختلف صفحاتكم باش تكون المشاهده على مستوى البث الرقمي. الليله الاولى باش تكون يوم 5 ماي اللي هي الليله هذه مع عرض اسطنبولي ويتزامن هذا مع يوم التراث الافريقي بقياده الفنان رياض الزاوج صاحبه فرقته سيدي علي الاسمر والعرض الثاني باش يكون عرض تروك يوم 6 ماي للفنان ابراهيم بهلول والعرض الختامي باش يكون سهره الحكواتي تامين الفنان الحكواتي الغنائي العروس الزبيدي رفقه الحكواتي الاستاذ يوسف البقروتي ومشاركه صغيره للحكواتي هشام درويش اذا خليكم مع الفنان رياض الزاوج في عرض اسطنبولي صحبه فرقته سيد علي الاسمر مشاهده طيبه للجميع. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.
حبيبي يا 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 حبيبي يا